كان في مساعدة والتوفيق اسمك. فهنا ما يمكنك تقول تحب. نجوم هو التي خليك تغني على خاطرك. طرقت لها إذا جيتي تشوف في البرامج أنا حاط عيد الغزال، حاط قبالية، حاط عشتي المريمي، حاط الكفا قدرتيني، حاط دامي، حاط بزاف العود، حاط براون الحوز، حاط براون ديال الشيافة. ولكن ما ننساش بلي كنكون قيدي. ولكن هي المسألة أنا طرقت ليها مع الأخت على السؤال أنه العيطة الفردية إذا كنت غتغنى بوحدك فهنا كتكون أنت متحكم في راسك، دير فيها 7 ولا 10 ولا 14 دقيقة. فكيف قلت العيطة إذا كانت متكاملة فإنه خصهم يكونوا معك 2 ولا 3 ولا 4. أما الوقت حنا كنكونوا مقيدين به، هذا من جهة. ولكن إذا كنت في جلسة خاصة ولا كنت في سهرة خاصة راك غادي دير حتى 3 ساعتين شكون يشدك، هذا من جهة. من جهة ديال الاعتراف بالشيخ هذه كتبقى مسألة ديال الأدب وخلق، هذا اللي حتى تنقولو حنا الشيخ بلا شيخ جبو خلق. فالإنسان واش هو نهار يتزاد بدا كيهضر عنا، أو نهار لي تزاد بدا كيقول الشعر، ما تمرس على حد، ما خدا شي واحد قدوة قدامو، ما والو. فأنا كتبقى مسألة أدب وخلق. الإنسان اللي ما كيعترفش بشيخو أو اللي أنا قال لك اللي عطاني حرف وليت لي عبد، العقل ولازم تبقى فيه. غير هي كتبقى مسألة، هذه المقولة راه ماشي ديالي، ديال عائشة بنت الشاطي، ربما راكم كتعرفوها. التلميذ ماشي أنه يبقى يتكلم غير كيفاش يوصل للفقيه ديالو في المسجد أو يوصل لنا المعلم. فهنا غنكونوا في خطر، غنبقاو محدودين. التلميذ هو يوصل للمعلم، ولكن يعطينا الجهد ديالو اكثر باش تكون الاستمراريه. ولكن هنا كتبقى كيف تنقولوا ثقافه الاعتراف، لا من العازفين ولا من الكتاب ولا من المغنيين ولا من الرسامه ولا ما باش يعترف. قال واحد المثال في العصر الحولي غنقولها، اللي ما عنده شيخ شيخه هو الشيطان.